بيقول الجنرال ريفي مثل ما بيقول دكتور زهرمان انه بيقول جنرال ريفي انه اللي هرب بحادثه مثل 13 تشرين اضبط له ينتحر. يعني بعتقد كمان واللي بيع وطنه واللي كان يمول ارهابيين اشرف له كمان اشرف له يسلم حاله للقضاء. بعتقد اولا العماد عون ما هرب وبشهاده كل العسكريين وبكل الناس وبشهاده كمان السفراء اللي كانوا بهذاك الوقت والمؤامرة الكونية اللي كانت عليه كلهم بيقولوا انه العماد عون ما هرب. بالعكس تماما العماد عون وصل لنقطة انه حقنا للدماء حب انه يسلم، ولكن نعرف انه المؤامرة كانت اكبر من العماد عون واكبر من لبنان وكانوا مشتركين فيها يلي هن اليوم بالسلطة. اوكي، ماذا تدعو الجنرال ريفي؟ انا بقول له الجنرال ريفي رح يسلم حاله لما الشخص هو بمول ارهابيين المولوي وغير المولوي بطرابلس عم نشوفهم كيف عم بلقطون يلي تامروا على الجيش يلي سقط لنا كم شهيد من الجيش اللبناني بسببهم، وكان اللواء ريفي هو اول من هربهم وهو اول من كان عم يمولهم. هو له حق يحكي، هو له حق يكون اليوم وزير ببلد بيحترم حاله، مفروض يكون بالسجن اليوم.